يتجدد لقائي بكم في حال تمارين الكتاب المدرسي الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي. بسم الله الرحمن الرحيم. حلول الكتاب المدرسي الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي الدرس الثامن: الاستقامية وطول قطعة مستقيم. الصفحة 19. اكتشفوا. 1. يقول رائد في الشكل المقابل هذا الشكل توجد ثلاثة نقط في استقامية أربعة مرات. أولا، ما هي الاستقامية أو ما هو المستقيم؟ المستقيم هو عبارة عن ثلاثة أو أربعة نقاط في استقامية، أي في خط واحد، أربع مرات. هل توافقه؟ تحقق. الآن سنتحقق بالقلم. لدينا الآن ثلاث نقاط أربع مرات. لدينا هنا واحد، ثلاث نقاط أولى، ثلاث نقاط ثانية، الثالثة، والرابعة. لدينا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. الآن لدينا هذه الثلاث نقاط، لا نستطيع، لأننا لو فعلناها ستكون هكذا، ليست مستقيمة، هكذا ثم هكذا، أي مستقيمين، إذن لا تصلح. لدينا واحد، اثنان، ثلاثة، وأربعة. الآن أكتب أنا أو نعم. هل توافقه؟ نعم، أنا أوافقه. نعم، أنا أوافقه. الآن لدينا اثنان، اكتشفوا. اثنان ماذا تقول؟ تقول تمعن بالنظر في الشكل وأجب عن السؤال. ها هو الشكل. هل قطعتا المستقيم متقايستان أم إحداهما أطول من الأخرى؟ الآن هنا قال لي تمعن بالنظر. بالنظر يعني قطعة المستقيم هي هذه، من هنا إلى هنا، لا تهمنا هذه الإشارات. الآن لو رسمنا قطعة المستقيم بدون هاته ستكونان هكذا، أي متقايستان. هنا الأحمر وهنا الأخضر، ستكونان متقايستان. إذن السؤال هو هل قطعتا المستقيم متقايستان أم إحداهما أطول من الأخرى؟ نعم، قطعتا المستقيم متقايستان. تحقق باستعمال الأعداد المناسبة. الأعداد المناسبة لهذا هي المسطرة. لدينا هنا مستقيم الأحمر هو عبارة عن 5 سنتيمتر. أما المستقيم الأخضر الآن هو عبارة أيضا عن 5 سنتيمتر. إذن المستقيم الأحمر هو 5 سنتيمتر وعبارة عن 5 سنتيمتر، والمستقيم الأخضر هو عبارة عن 5 سنتيمتر، أي هذان المستقيمان متقايسان، أو هاتان قطعة المستقيم أو قطعتا المستقيم متقايستان. نحن لماذا نسميها قطعة مستقيم؟ قطعة المستقيم هي التي هنا هكذا، أي محدودة هكذا. أما المستقيم هنا هو
الغير محدود، غير محدود. أما قطعة المستقيم فهي محدودة. ها هي قطعة المستقيم، وها هو المستقيم. المستقيم غير محدود، ليس فيه حدود، ممتد. أما قطعة المستقيم فهي محدودة. هكذا. الآن ننتقل إلى أنجزوا. أنجزوا لدينا أنجزوا واحد وأنجزوا اثنان. نبدأ بأنجزوا واحد. أنجزوا واحد تقول: عين النقط التي هي في استقامية، في استقامية مع النقطتين L و A. نقطتين L و A هي في استقامية. L و A، L و A. أوضح الخط هنا. L و A في استقامية. الآن عين النقط التي هي في استقامية مع النقطتين L و A. L و A. النقط التي هي في استقامة مع نقطتين L و A هما C، C، النقطة الأولى هي C و A. هنا لم يحدد لي، هنا لم يقل لي النقطتين L و A هما عبارة عن قطعة مستقيم أو عن قطعة مستقيمة أو عن مستقيم. إذن سنكمل، لأننا قلنا بأن المستقيم ممتد وليس له حدود. قلنا بأن المستقيم ممتد وليس له حدود. إذن النقط التي هي في استقامية، نكتب الآن النقط التي هي في استقامية مع L و A، L و A هي لدينا C C E و R. النقط التي هي في استقامية مع L و A هي R E و C أو C E و R. الآن اثنان، أنجزوا اثنان. عين باستعمال مدور. ها هو المدور. قطع المستقيمات التي لها نفس الطول، التي لها نفس الطول. تحقق باستعمال المدور. الآن سنتحقق. لدينا مثلا هنا C و D. لدينا مثلا C و D، نضعها على هاته، هي عبارة عن قطعة مستقيمة، نضعها على هاته. لدينا الآن G و H، نقارن هنا G و H. G و H لديها نفس طول C و D. C و D. الآن لدينا نقارنها مع E و F. هنا F هي أكبر. هاتي C و D و G و H أكبر من E و F. الآن لدينا AB. AB لديها نفس طول CD. ولدينا أيضا LM، نضعها هنا على الحدود. لدينا
سي ودي وجي وأش وأ وبي عبارة وهي أقل من الو أم. الآن لدينا قطع المستقيمات التي لها نفس الطول. قطع المستقيمات نكتب قطع المستقيمات التي لها نفس الطول هي سي ودي وأيضا ا وبي جي و جي وأش. أما هنا أو وأف أصغر من سي ود سي دي أبي وجي وأش. أما ال وأم هي عبارة هي كبيرة أو أكبر من جي أش أبي وسي دي. الآن ماذا قال لي؟ قال لي أرسم قطعة مستقيم لها نفس طول القطعة AB. لها نفس طول القطعة AB. هنا لدينا تحقق باستعمال المدور، تحققنا. الآن لدينا أرسم قطعة مستقيمة لها نفس طول AB. الآن نحسب طول AB، نضع صفر على هاته الجهة. هي عبارة عن 2 سنتيمتر 2 سنتيمتر وثلاثة مليمتر. لدينا 2 سنتيمتر وواحد 2 3 مليمتر. الآن نرسم قطعة لها نفس طول AB، أي فيها 2 سنتيمتر وثلاثة مليمتر. هنا لدينا 2 سنتيمتر، واحد 2 3 3 مليمتر. هنا ماذا قلنا؟ قلنا القطعة المستقيمة فيها حدود، لها حدود، أي غير ممتدة مثل المستقيم. هنا لدينا A و ب، أ و ب، لها 2 سنتيمتر وثلاثة ميلي متر. لدينا هنا نستطيع أن نرسمها هكذا أو هكذا، أي نفس الشيء. هنا لدينا 2 سنتيمتر وثلاثة ميلي متر. هنا لدينا A وهنا لدينا B. المهم أن لديها نفس الطول وهو 2 سنتيمتر وثلاثة ميلي وثلاثة ميلي متر. وفي الختام